مشاهدينا من جديد الرحمة والمغفرة للفنان الجميل الكابلي الذي دائما ما يطربنا لحنا وأداء وتفردا أيضا من خلال المفردات اللي كان دائما هو بيكون حريص على أنه يقدمها في أجمل لوحة غنائية. سعيدة جدا في هذا المساء مشاهدينا نتحاور ونوثق لواحدة من الشخصيات السودانية التي عملت في السلك الدبلوماسي وكذلك شخصية أمدرمانية قادمة من بيت المال. التحية لك ومساء الخير عليك. مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا بك، نورتنا عبر ظلال الأصيل. الله يخليك، الله يخليك. طبعا الظلال دي هي يعني ممتدة وجميلة، أنا دائما بقول عليها الظلال الوريفة الممتدة اللي دائما هي بتحاول تحكث جمال السودانيين في مختلف المجالات، حتى لو كانت مجالات مختلفة وصعبة وشاغة وفيها غربة وفيها تفاصيل كثيرة، ولكن هي دائما ممتدة وتحمل هذه الأمنيات. قبل ما ندخل في تفاصيل الحوار والتعرف عليك أكثر وأكثر، أنا عارفة أنك أنت عندك مجموعة من الملكات المختلفة والخاصة، أنت وعدت الكل، وعدتني تحت الهواء تقدم حاجة جميلة للمشاهدين، كلمة ودوذن الحرف. أنا كنت عدت إليك بقصيدة كتبتها يعني وفي بنتي عندما ولدت، بنتي ميدولين المقيمة في لندن الآن، فهي بقول فيها: إلينا جئت يا سمراء والأكوان تغريد، إلينا جئت يا سمراء والأكوان تغريد، ملأت القلب بالأفراح واحترت زغاريد، وكان لنا لقاء الخير في قدميك معقود، وكان لنا في بيت المال في الدنيا مواعيد. رجعنا إلى بيت المال وإلى أم درمان. هذه المقدمة. أم درمان دائما يعني أنا في بعض المقدمات أو بعض يعني إعجابي بأم درمان دائما بقول إنها هي حاضرة للتراث وحاضرة أيضا للثقافة وحاضرة لمنتوج جميل جدا عند الأم درمانيين تحديدا. أنا بحييهم عبر هذا المساء. سعادة السفير، يعني أنا سعيدة بك جدا، السفير الدبلوماسي كرم الله أحمد كركساوي، طبعا هو طلب مني إنه ما أقول أي كلام قبل ما يقول القصيدة. السفير السابق الدبلوماسي كرم الله أحمد كركساوي، أنت اليوم في هذه الظلال الوريفة بالتأكيد، وشخصية مختلفة زي ما تحدثت عندها ملكات مختلفة، يعني عمل في هذا السلك الكبير السلك الدبلوماسي وكان عنده تنقل كبير جدا في بعض الدول. خلينا ندخل بيت المال نتعرف أكثر على النشأة والميلاد. هو بيت المال هو الأهم من بيت المال أم درمان، يعني أغلب الناس بيقولوا أم درمان هي العاصمة الوطنية. هي صح العاصمة الوطنية باعتبار أن المهدي أسس دولة في أم درمان وكذا، لكن يعني حسب علمي أو حسيسي العائلية التي عشتها مع حبوبات وناس الكبار، أم درمان كانت موجودة قبل أن يأتي المهدي. قبل أن يأتي المهدي هي البقعة التي نزل فيها المهدي، ولكن أنا جدتي مثلا ولدت في نفس اليوم اللي دخل فيه المهدي الخرطوم في أم درمان، فمعناها كانت موجودة أم درمان، مش كده؟ صحيح. هاي. يعني ما قبل كده يعني كانت يعني هي قديمة، يعني مثلا والدة جدتك يعني هي كانت موجودة في أم درمان قبل دخول المهدي يعني. طبيعي طبيعي، فإذا معناها أم درمان كانت موجودة. صحيح. وإحنا عندنا عصبية كده، كل الأم درمانيين عندهم عصبية لأم درمان دي، ويعني اللي بيقطع البحر ده ما مننا يعني. عليه كده؟ كان قطعت شوية. ساعدونا نحن في الخرطوم يا أخوانا. نستقبلكم ما مشكلة. سؤالك شنو أنت؟ نتعرف على النشأة. أنا ولدت في أم درمان في بيت المال، وأم درمان وفيها ترعرعت يعني إلى سن ما، وكان أبي يعمل موظفا في السكة حديد، فتجولنا في السودان بحكم مهنته يعني وكذا من مكان إلى مكان، وفيها طبعا درست وفيها كبرت وفيها ولدت تزوجت وفيها ولد أولادي، وكان أبي وأمي فما أعز من ذلك. يا سلام. يعني دبلوماسي وقانوني وأديب ويعني شاعر
وعمل سفيرا وتنقل زي ما تحدثت في 22 دولة تقريبا، ويتحدث العديد من اللغات حسب الاحتكاك، حسب التنقل، حسب التوظيف يعني. خلينا نتكلم عن الفكرة بتاعت دخولك لهذا المجال الدبلوماسي اللي هو دائما بيوثق للعلاقات الخارجية. أنا لما أكون شخص دبلوماسي يعني حتى في البيت بقول لك خليك دبلوماسي في تعاملك، خليك يعني في شخصية قريبة للمرونة في تعامله مع كل الناس. في البداية إحنا من خلال هذه العلاقات الدبلوماسية نخدم المجتمع ونخدم الإنسان ونخدم السياسة حتى ونخدم الإعلام يعني من خلال الدبلوماسية. طبعاً في مفهوم يعني عند الناس خصوصاً السودانيين الموجودين في خارج السودان أنه السفارة دائماً محاطة ومليانة بالمشاكل وأطلعوا من السفارة وأنتم تخدمونا وهكذا كل ما زعلوا يعني علماً بأنه السفارة هي تخدم السودان من خلال حكومة السودان. يعني يعني الخارجية بتعمل شنو؟ الخارجية بتنفذ سياسة الدولة. صحيح. دي ما فاهمينها كثير من الناس. عشان كده يقول لك نمسك السفارة وتطلعوا أنتوا من السفارة ونحن السودانيين الأصليين. والسفارة حقتنا. لكن السفارة حقتك طبعاً. لكن ما ممكن تخشي السفارة بدون ما تكون محتمدة في الدولة. صحيح. الدولة الخارجية عندها قوانين. عندها قوانين. صحيح. عندها قوانين. فما ممكن أي واحد يجي يدخل السفارة يقول السفارة حقتي. وإلا أصبح سياسة فوضى. صحيح. مش كذا؟ صحيح. فأنت تجيبك حكومتك عبر الطرق الدبلوماسية الصحيحة فتكون أنت تخدم الدولة. نعم. وأنا أصلاً مرة بخدم منو أنا؟ بخدم السودان. رجالية عموماً. بخدم السودان. نعم. بخدم السوداني. صحيح. أساساً يعني. صحيح. دي النقطة المهمة المفروض يعني الناس يفوزها. انت قبل شوية ذكرت لي القانون وانت يعني رجل قانوني في المقام الأول ومن ثم بعد ذا كنت في السلك الدبلوماسي. إلى أي مدى ممكن القانون ويخدم السلك الدبلوماسي أو يكون في تناغم وتفاهم بين الاثنين؟ وكل شيء طبعا لا يمكن أن يصير إلا بالقانون في كل حدة يعني. لكن يعني أنا شخصيا كنت هشتغل في السلك القضائي او المحاماه او كذا. فلما ظهرت الخارجيه تستدعي الناس الراغبين يعني. نعم. وامتحنوا وتقدموا. نعم. فجاء حظي ان اعمل في وزاره الخارجيه. واعمل وكانت الخارجيه تطلب في الفتره ذيك يعني متقدمين يكونوا حاملين شهاده قانون او اقتصاد او لغات. دي كانت حاجتها الاساسيه. فيعني وجودك قانوني سهل علي أن أشتغل في الخارجية وأنعم بفضلها. يا سلام. أنا دائما بحيي رجل القانون عبر هذا المساء وفي كل المحافل لأنه القانون ده هو وسيلة آمنة جدا عشان الواحد يعرف حقه ويأخذ حقه ويعيش تفاصيله الأساسية. صحيح. يعني إحنا ما عندنا حريات مطلقة طبعاً ما في. نعم. في حياتنا وفي ديننا وفي سوداننا يعني، ولكن القانون دائماً بيكون هو الفيصل في الموضوعات والمجالات المختلفة اللي بيجي فيها الإنسان الطبيعي. حمشو مباشرة قبل كلمت عن إنك أنت اكتسبت عدد من اللغات يعني سواء كان بالاحتكاك، أنا أقصد الزواج طبعاً، تزوج من هندية، سواء كان عملك في السلك الدبلوماسي والتنقل الكبير جداً بين الدول المختلفة 22 دولة تقريباً منها ألمانية وروسية والإمارات برضو عندك قطر. في تفاصيل مختلفة وفي مكتسبات بالنسبة للغة. كلمنا عن التجربة دي ولأي مدى أنت استفدت طبعاً، لكن دعنا نشوف استفدت من شنو. وكل شيء ممكن تستفيد منه طبعاً إذا حبيت يعني. هو معرفة اللغات هي حبي للغات حقيقة. يا سلام. وحبي للتعرف على الناس يعني كل الشعوب وعاداتها وكده. دي هواية ما زلت أمارسها حتى بعد المعاش يعني. فبدأت أنا حتى تعلمت مثلا اللغة الفرنسية أو اللغة الإغريقية اللي هي اليونانية في خرطوم هنا. كان في مدارس مفتوحة ومعاهد مفتوحة. صحيح. فكان إحنا بالليل بكون ما عندنا حاجة مثلا في الظهر أو في المساء فملتحق بهذه الحالات. أما اللغة الروسية تعلمتها في روسيا واللغة الألمانية تعلمتها في ألمانيا. نعم. يعني دي كانت ظروف دراسية فدرست اللغتين دي. وما زلت هاوي للغات وإن كان اللغات عندها سم معين عشان تخش فيها. صحيح. وإنت في هذه المحبة لهذه اللغات ودائما تمطرنا شعرا
فكرت انك تكتب باللغات المختلفه ولا بس يعني وقفت بس على اللغه بتاعتنا او اللغه العربيه؟ والله طبعا الانسان سمعنا بعد كده قصيده او عمل يعني الانسان طبعا دائما بيكون يعني حريص انه يعني يتكلم بلغته, لغته يعني مصدر الصوت يعني لغه الام يعني. صحيح. ودي حاجه اساسيه وكده. فانا بكتب يعني بكتب بالانجليزي يعني مثلا كتاب باللغه الانجليزيه عن سودانيز فيربس يعني عن الامثال السودانيه مترجم باللغه الانجليزيه وكذا. لكن الكتاب اساسا مكتوب بلغتي يعني باللغه العربيه يعني باعتبار انها هي اللغه الاساسيه وكذا. نسمع قصيده عندك عمل جميل او قصيده في الوجدان, قصيده في الذاكره تهدي لكل المشاهدين عبر ظلال الاصيل. جدا والله ممكن طبعا اقرا لك. كتبت كم قصيده تقريبا؟ كم قصيده ولا كم ديوان؟ كم ديوان عفوا؟ كتبت ديوان كثير عندي يمكن 15 ديوان. ما شاء الله. وذكرنا اول ديوان انت كتبته؟ اول ديوان هو هذا الديوان. في ايوان الحسان. يا سلام. هذا الديوان الاول اللي طبع في قطر يعني. في لكن اقرا لك منه قصيده. يعني اسمها بكاء على طلل العمر. يا سلام. يعني في تلك اللحظة ذكرنا طلل العمر فبقول لست أدري كيف ضيعت السنين راكضا يا قلب رقد الخائفين أين الليلة بعدما ذبنا حنينا والمواثيق اكتتبناها طوينا والدموع الحرة الأنهر الحرة توارت والدموع الأنهر الحرة توارت مثل ذوب الثلج ماء ثم طينا كم بوادي الحب أعلنت اجتهادي لم أحدق في عيون الناظرين كنت كالصياد ساقته الأماني لم يبالي صاب صفرا أم لجينا عندما أحببت حسناء البوادي واستجابت لي حنانا وارتوينا من ينابيع المحبة من سناء غبت عن صحوي وكان الحب دينا كم تعاهدنا على سير سوية في طريق العمر شينا ثم زينا أي عهد بين عذراء وأمرد أي عهد بين عذراء وأمرد رام وصلا ثم عاد خاسرين إنما الحب فعالات وسلوى واندفاع غامر غل اليدين حين يعدو العمر لا نفعا نلاقي حلمنا جهل وبالجهل ابتدينا كان عمرا وانطوى ما من مرد في عراك خاطر دنيا ودينا. لو وصلت افتكر حاكي البرنامج كله كذا كفايه. دي مختطفات من القصيدة. أي دي بداية القصيدة. دائما الغربة هي تولد الإبداع يعني, ودائما يعني أكثر الناس اللي عاشوا غربة عندهم كتابات جميلة جدا. أنا دار أشوفك يعني عملك في السلك الدبلوماسي وتنقلك بين هذه الدول, هل كانت بداية الانطلاقة تزامنا مع هذا العمل أم قبل؟ كتابة الشعر يعني؟ نعم. والله هي كتابة الشعر يعني من بدري يعني احنا كنا صغار بنسمع اغاني وبنسمع شعر وفي المدارس بناخذ شعر وكذا فالميول بتصهر هنا الميول للجانب ديا. لكن كتابه الشعر ما سهله. كتابه الشعر ما سهله. كتبت يعني شنو للمراه؟ كتبت كثير من بدات دلوقتي بقصيده لماجدولين. ماجدولين 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 دي ما يعني عموما كده هي ابنتك لكن هي عموما ابنتي. المراه والله كتبت لكن يعني مثلا يعني انا عملت ديوان كامل في زوجتي. يا سلام. ديوان كامل اللي هو رثاء لها. يا سلام. فهذا افتكر في يعني في محراب القمر. في محراب القمر ده وفاء كبير جدا منك وده عطاء جميل منك يعني. فديوان كامل انا عملته لها ودشن يعني في الخرطوم هنا. يا سلام. وكذا فده كله وما هي الا امراه يعني. ممكن نسمع قصيده منه؟ من هذا الديوان؟ نعم. جدا. أنا طبعا دلوقتي عندي مجموعة قصصية يعني حتصدر قريبا واسمها ما الفخ إلا امرأة. ليه؟ أنت عارف أنا طبعا شفت السؤال ده عندي في المحاور لكن قلت
قلت قبل اسالك اشوفك كتبت شنو للمراه وليه ملفخ الا امراه والله جات كده انت واقع في فخ ولا شنو والله طبعا هو الحب والزواج وكل الاشياء دي يعني الزواج والحب فخ طبعا فخ كيف الكلام ده ما انت حتكون محاصر عمرك كله في هذا الفخ لا ده ما فخ دي حاجه فيها اتفاق يعني ما هو اتفاق ذاته في فخ الاتفاق بين الفخ بيربط الطرفين مهما كان صحيح ففي قصيدتي هي بقول لا تلومني في حبيبي إن رأيت الدمع في عيني يغلي أو رأيت الجفن قد أجرى دما أو رأيت الوجه محروق الإهاب أو رأيت الثغر مشتور اللمى أو رأيتني في قبوع دائم دون وعي ساهما متألما لا تلم هذا التحسر في أخ كان بالأمس القريب مسلما إن تبريح الجراح وفجعها في فؤادي قد أحل وأحرم يا سلام ده جزء من الرساءات طيب يعني كتبت حاجة للفنانين يعني كتبت للمرأة كتبت شعر عام والله انا طبعا احنا داخلين على الهواء كان الكابري بغني عليه رحمه الله وانت تحدثت بكل جمال يعني قلت انا حاقعد فينا للصباح اذا الكابري بهذا النقاء وهذا الجمال يؤدي في هذه الاغنيات نعم والحقيقه الكابري يعني انا معجب به من بدري يعني ودوقت عندي كتاب حيدرسن قريبا وكان وزعت منه بعض الاجزاء وكذا الكتاب اسمه الكابلي على عرش الأغنية السودانية كتبت قصيدة قصيدة في رثاء للكابلي كتبت قصيدة لكن مش ما معي دلوقتي للأسف قصيدة طويلة هي نعم ونشرت في بعض الصحف جميل أنا بفتكر إنه يعني دائما الكابلي الفنانين اللي عندهم أوزان في الكلمة واللحن والمعنى إنهم أمجاد المستقبل دائما يعني حتى لو توفوا يظلوا أمجاد المستقبل يظلوا للأجيال الواعدة المختلفة اللي هي بتاخذ نفس الطريق صح هو كل إنسان في الحياة دي أو في وطنه مثلا له دور يعني قصة مش إحنا لسنا إنما الإنسان عنده قيمة لفرد كإنسان ولازم كمان يكون هو عنده دور ايجابي في بناء وطنه بناء نفسه بناء شعبه ويخلي التاريخ يعني ما هو التاريخ بيجي نتيجه يعني تواتر الاجيال وتواتر الناس المجايله عموما نعم المجايله ايوه نعم من جيل الى جيل تقصدي نعم نختم بقصيده لانه احنا في ختام الحوار الجميل نعم نختم بقصيده منك يعني طيب هياخد فترة طويلة ولا صغيرة؟ نديك دقيقتين كده طيب إذا انتهت ممكن تقطعي أنا بكتب هنا قصيدة برضو طبعا في زوجتي قبل أن تتوفى يعني اسمها أنت المجد من ينطر حبك ساحرتي يخطي فهواك هو النور المنهمر على نسق الدرب وهو السعد من ينكر نورك يتعامى فضياؤك شق الديجورة حصل الظلمات على الدرب علمني وكان هو المجد من ينكر أنك قدتيني وبحبك أعطاني الناس بيتا يقطنه الإيناس يخطي فهواك قد وصلني وبه في صلف أعتد لولاك لما كنت هنا في الربوات تشدو بهواك أناشيدي لولاك ضللت إلى الماضي وسرحت إلى أقصى البعيد ما عدت لأهلي وما كنت قد أرتد لو علموا أنك ساحرتي هولت علي الإبحار لا أقام حولك بلورا تيجان محل وقصورا ولقالوا سليلة أمجاد خلقوا وأقاموا الأبطال
ولقلت لهم دون تعدي أنا الوحيد. سلام، شكرا جميلا لحضورك. يعني السفير السابق الدبلوماسي كرم الله أحمد كان حضور معنا، شخصية سودانية متفردة.